هي يا شباب، احنا على الهواء مباشرة من عيد ميلاد سبايدر مان. خليكم معنا، هيكون رائع. انا هنا، خلوني اشوف جوزي. لحظة صمت. عيد ميلاد سعيد. ها سبايدر مان. اتحركوا، فين النبض؟ أو لا، أعتقد إنه مش كويس. هاي سيارة الإسعاف، تعالوا بسرعة. يلا نشوف، الوضع شكله سيء. دكتور دريك موراي، ده نهائي. يا ربي نعمل إيه؟ سلامتك يا سبايدر، احنا بنعشقك. مش ممكن تخدعوا دادي لونج ليجز. ايه؟ اوه انا هتصرف مع الموضوع ده. باليرينا، اعذروني، ده الزي الغلط. دادي لونج ليجز هيحل القضية دي. كلكم مشتبه فيكم. طيب مين اللي سمي سبايدي؟ انا عارف انها غلطة حد فيكم. أنا محتاجة تعزيز الطاقة. مطعم الكيكة مش هتأذي. السكر بيخفف التوتر. لا، في إيه؟ أنتِ مش هتاكلي الدليل. ده أول واحد. لو الكيكة تم تسميمها، يبقى لازم يكون في أدلة أكتر في مسرح الجريمة. عيب السم العنكبوت. فريدة من نوعها. عليها فرو القاتل. التحقيق كشف إن الجاني هاجي فلافي وأزرق. أقف وشك للحيطة، أنت هتروح السجن. باسم القانون والباروكة دي، المحكمة تطلب الأدلة. بالتأكيد ده اللي حصل. سبايدي كان بيضرب البنياتا واختفى المشتبه فيه أبو فارو. في البداية ما فكرتش في الموضوع، لكن اتسلل للمطبخ وسمم الكيكة. مذنب. استنوا، ايه ده مولد؟ انا كمان عندي لولو. طيب قول. انا عندي عذر، انا رحت المطبخ لكن ما سممتش اي كيكة. انا مش بكذب، شوفوا لقطات المراقبة. كنت جعان جدا ورحت اخد سناك ووقعت الفرو، لان موسم تساقط هاجي واجي بيكون بعد الهالوين. اوكي، انت مش مسلم. اخيرا قلت لك. انا عايش، شكرا يا دكتور. طيب مين اللي قتلني؟ واحد نص. مين عمل ده؟ طيب طيب طيب، سكيبيدي تويلت مخبي حاجه تحت الكرسي بتاعه. ايه ده؟ ايوه، بدلة سبايدر مان، ده دليل إدانة. دي فوضى. التويلت مدان، فلاش جير أغمى عليها. اطلع على المنصة. أنا مش مذنب. سكيبيدي تويلت هو المشتبه فيه. بسرعة شوية. مذنب، الموضوع مش بالشكل ده. خليني أشرح. كنت دايما عايزة أكون البطل سكيبيدي سبايدر تويلت. أتمنى يعضني عنكبوت مشاع. عايز أنقذ بنت في محنة. ساعدوني، شنطتي. أنت ذوق قوتي الفائقة. واو، سكيبيدي سبايدر تويلت، أنت بطلي. What? كان حلمي كبير إن أنا أكون بطل خارق، وأنا أهو في محاكمة. نفس التويلت القديم، ظهر عنكبوت فجأة. حاضر، يلا. للأسف كان عنكبوت عادي عديم الفايدة. أقبرته على زيادة وزنه، اديته كتير من الفتات.
كنت بعتني بيه كويس. كفاية، أنا حاسس بالخديعة، أنت بتكذب. أنا مش مصدق قصة السبايدر في التويلت. طيب، ده كلام فارغ. سيء جدا، استدعوا الشاهد. إيه؟ في عنكبوت! أوكي طيب، الموضوع محسوم. مين اللي فاضل؟ انتي. انا؟ انتوا مجانين؟ انا حبيته. قولي الكلام ده للقاضي. مش انا، اتهمهم هما. ازاي تفكر ان انا عملت كده؟ هو انا فاتني حاجه؟ انت حبيبي، انت عايش. ازاي قدرتي؟ انا وصفت فيني، انتي سممتيني. القصة فيها حاجة غلط. لو كان هو هنا يبقى فين؟ سكوت. هو اللي عمل كده. سبايدي؟ أنا؟ أيوة، وأنت مش سبايدي. سبوت؟ ده معناه إيه؟ عايزين نعرف إيه اللي حصل. مش هتقدر تهرب. قول عملت إيه لسبايدر مان. مش مهم، هقول كل حاجة. أنا عديت على سبايدي. مين هنا؟ هاي أنت، المشكلة إنه ما كانش متحمس لما شافني. المسكين. يا ربي، ده تقيل. أنت أكلت دبان قد إيه؟ فيو. صح، البوابة. واخترت البدلة المناسبة. وأخدت كل الهدايا. فهمت. فين سبايدر مان الحقيقي؟ هناك على الكنبة. واضح إن الشخص ده هو المذنب. مذنب! فيو، أهو سبايدي. يبقى مين اللي سمم الكيكة؟ سؤال عظيم. ما كانش أنا، قلتلكم. دقيقة، إحنا محتاجين نرفع بصمات الأصابع من على علبة السب. هقارن البصمات وألاقي الجاني. كلكم ممكن تمشوا، سيبوا مسرح الجريمة، اخرجوا. دي هي مامي لونج ليجز. انت اللي ورا التسمم. ايوه انا عملتها عشان ما حدش عزمني على الحفلة. انتوا نسيتوني. ازاي؟ ازاي ما تعزمش مامي؟ بالمناسبة يا عزيزي، انت فاكر؟ ده عيد ميلادك، اما انت مش معزوم. مامي! عيد ميلاد سعيد يا دادي. عيد الميلاد بتحسسني بملل. اجمل حاجة اني ممكن اكل ديك رومي. شيلوا ايديكوا، ده علشان الضيوف. الضيوف وصلوا. ما فيش أفضل من الأصدقاء. هاجي. هاي صديقي الغامض، أخبارك يا صاحبي؟ ما شفتكش من زمان. هو أوكي، تعال على المطبخ يا صاحبي. تعال أنت كمان. أقعدوا يا ضيوفي الأعزاء، لكن ما فيش غير كرسي واحد أصلا. دي هدية. دي عشان واو، فيها ايه؟ يا رب، مش معقول. كرة لبان، فيها لبان من كل مكان في المدينة. استنى كده، كل لبان اهي. هديتي يا دادي.
هتحبها. أها شكرا. عيد ميلاد سعيد داري. عيد ميلاد؟ ومش جايبة هدية. أنا كان عندي الكورة دي. أسعار اللبن الأيام دي جنونية. حاسب. قوم من هنا يا بنبن، ده مجاني. عيد ميلاد سعيد يا دادي. أوه، الهدية ضخمة. فيها إيه؟ بيضة ذهبية؟ رائع. رسميا دي أفضل هدية على الإطلاق. أحطها في مكان واضح. ايه ده؟ أو داري، كنت عايز بس أقول لك تيجي تقعد معنا على الترابيزة بسرعة. اوكي يا شباب، جه وقت المضغ. يا شباب، عن إذنكم ثانية، دي مكالمة شغل لازم أرد عليها. أوبس، اللي بانت زنا. حاسس بالغثيان من الناحية دي. أنا بردانة، هروح أجيب البلطو الفرو بتاعي. بس أنتي لابسة بلطو فرو. كلهم مشيوا وأنا لوحدي؟ مش مهم، هاكل كل اللي بان لوحدي. ها، في حاجة حصلت. البيضة. ايه اللي حصل؟ انت كويس؟ معدتي بتوجعني، بيتي اتسرقت. مين اللي ورا السرقة؟ هي. لا هو. كفاية، انا هحل القضية. ما تبصش على ملاحظاتي، ابعد. خلينا نحطك على جهاز كشف الكذب عشان الحقيقة تظهر. اوكي، خلينا نتكلم يا هاجي واجي. اعترف، انت سرقت ورقة تواليت؟ لا. كذاب. اوكي، رجعهم. كنت عارف. والسؤال الكبير، هل سرقت البيضة الذهبية؟ انا؟ لا لا، مش انا. انت بتقول الحقيقة ربي، لكن دادي المحقق مش هيستسلم. كنت فين الساعة 3:05؟ قولي. يا ربي، تعال يا دادي هوريك حاجة. شوف، انت عندك كاميرا مراقبة، ممكن تشوف بنفسك كنت بعمل ايه في الساعة 3:05. كنت بتكلم في التليفون. حجتك قوية. طيب، احنا عارفين حاجة واحدة أكيدة، في حد في الأوضة دي سرق البيضة الذهبية ومش هيعترف. ازاي اعرف اللي عملها؟ ايوه، مفيش غير طريقة مضمونة. إيني ميني ميني مو، امسك بام بام صبع عليك لو. انت سرقت البيضة بتاعتي. لا مش انا، كل الدلائل بتشير ليك. مسكت البيضة وخبيتها في المخدة. قصدي أكيد يعني عملت كده، أمال فين يعني الجريمة الكاملة؟ فيو داري، ما تبصش كده، تمام. الموضوع كان سهل جدا. هو بان بان اللي سرق البيضة وخباها في المخدة. أنت مذنب بالتهمة. نعم. لا، كفاية كذب يا سيد، أنت مذنب وأنا هسألك. ده وادي الدليل الرئيسي، المخدة دي هي المكان اللي خبى فيها بان بان. ايه المقلب ده؟ مفيش حاجة. اوكي، ما فكرتش في كل ده. إذا استبعدنا بان بان وهاجي وازي، ما يبقاش فيه غير مشتبه واحد بس، أوبيلا. ايه؟ لا، ليه اسرق البيضة بتاعتي؟ الموضوع بسيط جدا، الإجابة موجودة في الملف ده. انت يا عصفورتي عملتي $1,000,000 تأمين للبيضة الذهبية، وادي خطتك الرئيسية، تسرقي البيضة بنفسك وتاخدي التعويض وتبقي أغنى عصفورة على الإطلاق. أو طائر ساذج. والقضية قربت الحل، كنتي انت يا أوفيلا، ده المنطق.
لا، مش أنا. الدليل جلد النمر. كل اللي هنعمله هو تحديد مكان البيضة. هي أكيد في الصندوق. لا. أو في الشنطة؟ مش هنا كمان. في شنطة الضهر. إيه ده؟ إزاي تلاقي فرخة غنية؟ هاتها، دي حاجة شخصية. أعتقد إن نظرية أوبيلا كانت مش مظبوطة. إيه اللي فات الفرخة؟ مين سرق البيضة؟ الجواب واضح. خلينا نفكر كلنا مع بعض. مش ممكن البيضة تمشي لوحدها. كفاية، الموضوع مزعج. أنا بريء، وإنتوا كمان. لازم كلنا نمشي من هنا. يلا بينا يا شباب كلنا. استنوا لحظة. إيه ده؟ صدف كتير. أقفوا. ارجعوا كلكم. في مشتبه فيه جديد. كيسي ميسي. كيسي ميسي؟ مالها؟ أها، سؤال في محله. هي هنا جوه هاجي واجي. مش هتقدري تبعدي بعيد يا بيبي. بتاعك راح يا كيسي ميسي. أنا شكيت فيها من الأول. إيه؟ ما نقدرش نثق في حد. أوه لأ، أنا اتكشفت. المحقق العبقري دادي لونج ليجز هيقول لكم اللي حصل. كيسي ميسي كانت عينيها على البيضة الذهبية، وهاجي واجي شريك ليها في الجريمة. حطوا خطة سوا. كيسي صبغت نفسها باللون الأزرق. بعد كده كلمت هاجي واجي على التليفون إنه كل شيء تمام وإنهم ممكن يتحركوا دلوقتي. في الوقت اللي كانت كيسي ميسي الزرقاء بتدعي إنها معاها تليفون، اتسلل هاجي واجي الحقيقي للأوضة وسرق. خطة جميلة يا كيسي، ومع كده مش رائعة زي. عشان أأكد كلامي، أهو هاجي واجي الحقيقي. هاي، مش معقول. دلوقتي مش هتقدروا تسرقوا أي حاجة. أنا جبت اللبان. توقيت ممتاز. شكراً. فين الضيوف؟ كلهم مشوا. قصة طويلة. إيه ده؟ دي الهدايا بتاعتي. عندي فكرة. يلا بينا يا دادي. أنا مش قادر. يمكن بعدين على ما أعتقد. تعالى. هنصلح كل حاجة حالاً. ممكن آخد بوكيمون؟ لحظة. محدش يتحرك. دي سرقة. الكل يرفع إيده. أنتوا مين؟ مش عارفنا؟ أقنع غبي كده أفضل؟ سلم البوكيمون. هاي مسدس أكبر هيكون أفضل. يلا ادخلي البوكي صوص. لا لا لا، بيتشو بتاعتنا. أنا هاخد كل البوكي بول. مش هسيب أي حاجة. تعال يا مامي، يلا نطبخ. هنخلط كل البوكيمون ونعمل جرعة بوكي. يلا نعمل سحر. أهي، يلا افتحي. هاي البوكيمون بتاعنا. أي نوع من البوكيمون ده؟ بيتشو، سيمي ساسي، جيودو، زوبات، وحتى سينكي باي البوم. كل دول مع بعض مالتي بيتشيو. ايه ده؟ انا فين؟ ده بيتك الجديد. احنا باباكي ومامتك. فين اللي بيبيعني؟ احنا استمتعنا مع بعض. انتوا مش اهلي. بيتشيو المسكينة. ايوه،
افتكرت حاجة، بوكيمون القدام بتوعي. أخيرا هستخدمها. شكلكوا كويس رغم كل السنين دي، يلا بينا. تأثيره فوري مذهل للعقل، إحنا بنحبه. ده صحيح، استمر في الماضي واسمعي كويس. إحنا أهلك الجداد. إحنا أهلك الجداد. أنتم أهلي جداد. فهمتي؟ طيب، دلوقتي يلا نتفرج على برنامج Short Arms Got Talent. أوبس، ما كانش قصدي. دادي، شوف مين هناك. بيتشو، خليكي هنا. حد كان هنا. إنسان رول، احرقهم خالص. ده زي ما يكون أول كبريت على رجلين. أوكي، نار. يلا نحارب. لف. ها؟ هو ده كل اللي عندك؟ أنا حتى ما عرقتش. أوه، رائع. أنت فوضى. أنت حارب. رائع. حشوي المارشميلو فعلا مفيد جدا. كفايه كده، لازم اطفي النار دي. مش شغاله. مش مشكله، هتنفع. الو الو يا حفيدي جراما لونج ليجز. اهلا. انا في مأساة، جراندبا لونج ليجز راح. هو مات. ايه؟ ازاي؟ بيتشو، ده انا. هاي يلا بسرعة نرجع على البيت، ما عندناش وقت. لا، دول اهلي جداد. بيتشو ميو، اتكلمي معاها. أوه لا ميو، انت كنت اقوى بوكيمون عندي. ايه اللي فاضل لي دلوقتي؟ دلوقتي البوكو صار. ايه يا بتاع النار، ارجع البيت. انت كمان يا قطه. هاي هو اللي مش بيبلعك. انت بوكيمون مخيف ولا ايه؟ الآلة بتاعتي مش عايزة تشتغل. دادي لونج ارمز، يلا نطرد الراجل الصغير ده من البيت. باي باي، ما ترجعش هنا تاني. هاي يا مامي. بيتشو تعالي هاتي السلاح، لسه عندنا حاجات كتير نعملها. هات البوكي بولز يا دادي علشان نطبخ بوكي بانش جديد. بتعملوا ايه؟ مستني لحد ما تعرف. ادخلي البوكي بول يا بيبي. راح. جاهزة. اوه دي سخنة. بالراحة. طلع لنا ايه؟ رائع. مالتي بيتش بتاعتنا بقت اقوى. عادي. هنا يا بيبي. وقت فنجان من البابل بريسو. ممكن أشربه طول اليوم. وأنا كمان. أنا جعانة. خدي لبان. لبان مدور. لبان طويل. أنا مش عايزة لبان. ابعدوا عني. لازم نمشي. نهرب فين؟ استخبي. فين الناس الغريبة اللي اداهم لبان دي؟ انتوا فاكرين ان انا مش هلاقيكوا؟ ها ايوه لقيتني. بتبص لنا كده ليه؟ هاي يلا تعملي ايه؟ فهمت، اهرب لوحدي. اجري يا مامي اجري. مامي اقفلي الباب. لازم نستخبى. قوم يا دادي.
دي بتقرب. هنا ورا اللمبة، احنا في امان هنا. دي جاية، دي جاية. هما فين؟ لسه خابين في اللوحة؟ مش اذكياء، دي اكتشفت مكاننا. تعالوا اخرجوا من هناك، احنا مش اهلك. اجري. ايو مبتذل جدا. لازم ننقذ بيتشو قبل فوات الاوان. اوتش سخنة قوي. انا جاية بيتشو. اوتش اوتش. أوف. انا كتير قوي نتحرك كتير كده. بيتشو بص هناك، انا بطلبك جيوجو. نجح. هيا بوكيمون ارجعوا البوكي بول بتاعتكم. بيتشو بيتشو انت رجعتي، وحشتيني قوي. اوكي لازم نروح على المحل، يمكن المهووسين يفضلوا هنا. شوف مين اللي بيتكلم. يلا نقفل الباب علشان ما يرجعوش. انا زهقت من البوكيمون والبياعين. اهدى يا بيبي هننتقم، لكن مش دلوقتي. في ضحية جديدة اهي. مين اللي بيعيط؟ بيتشو تعالي هنا ساعديني. هاي انت فين؟ البوكيمون في القفص. انت بتاعتنا دلوقتي. لا ساعدوني، خلوني اخرج. هاي دادي. مامي يلا بينا، خلوني اخرج، انا خايفه قوي. هاتها. اطلع يا فار. مامي انا فين؟ عايزه ايه مني؟ استني لحد ما تشوفي. عرضنا جاهز. طيب فيست؟ لا اكتر من كده، ده فيست كهربائي. شايفه يا بيبي فواتير الكهرباء بتاعتنا طول دراعاتنا، لكن دلوقتي عندنا انتي، علشان كده احنا مش هنرفع فاتورة الكهرباء تاني. كهرباء مجانية دلوقتي، انتي مصدر الكهرباء بتاعتنا يا بيبي. ممكن نعمل اللي احنا عايزينه، وهتنتجي الطاقة لينا. خطة هايلة، اهلا بيكي في بيتنا يا مولد الطاقة الصغير بتاعنا. هاي ايه اللي بيحصل؟ بيتشو فين الكهرباء؟ بطلي كسل. انا جعانة قوي. اوه عايزة تاكلي وترتاحي؟ اكيد هنروح نجيب اكل من المطبخ. تعالي بيتشو، ده اللي في المنيو، لبان عالي الجودة. لكن أنا مش عايزة البان. مش عايزة البان؟ أوكي هنجيب لك حاجة تانية. لحظة، لبان ولا البان؟ ده البان. بون أبيتي يا بيبي. مش بتحبيه؟ أنا عايزة أكل. إزاي مفيش عندكم غير لبان بس؟ في حد سأل قبل كده ليه مفيش عندنا غير لبان؟ هنحكي لك القصة كلها في ثانية، والأفضل هنغني. لبان 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 المفضل عندنا، ليل ونهار بنفضل ناكله، اللبان هو أفضل صديق لينا، بنمضغه طول اليوم ومش بيخلص أبدا. لبان 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 ممتع جدا، وممكن نمضغه أيام، بنحب نمضه بكل الحركات. أعمل إيه؟ أنا لازم ألاقي مخرج، مفيش حاجة ممكن تساعدني. بوكي بول؟ أعتقد إن أنا عندي فكرة. رائع. النهاردة كان يوم طويل، أتمنى لو كنت شفتي مامي بيبي بيتشو. محتاج لبان تخفيف التوتر، وقطع من اللبان ليا. ده لبان مين؟ أوه أيوة ده بتاعي. لا ده بتاعي. لا ده بتاعي.
زي ما قلت، اللبن بتاعي. عمركم ما تخرجوا من هنا أبداً.